الأم ولقاح الأطفال بعد أن أصيب أولادها السبعة بالسعال الديكي. ترى هيلز من كندا أم لديها سبعة أولاد وقد بدأت من جديد بالترويج للقاحات الطبية للأطفال. وفي الحقيقة فإن الحديث عن اللقاحات من على شاشات التلفزة يعد شيئا يرثى له، حيث أثبتت التجربة أن اللقاحات كانت السبب في إنقاذ حياة الملايين من البشر. وقد بدأت الحركة المناهضة للقاحات التي فقدت مصداقيتها الطبية أندرو واكفيلد، وقد سندها في ذلك البعض من المتنفذين في عالم الأدوية والصحة مثل جيني ماكارتي وجيم كاري. أما بالنسبة لتارا هيلز فقد رأت نتيجة هكذا نشاطات بعينها، حيث عانى سبعة أطفال لم يتم لقاحهم من سعال ديكي مستديم. كما وتقول أن مناهضة اللقاحات ممكن أن تتم من خلال اتباع نظام معين، ولكن بالنظر إلى النتائج المرجوة من هكذا حركات لا يسعنا سوى القول ما هذا الجنون. ويدعي مناهضي اللقاحات أن اللقاح يسبب مرض التوحد وفقدان السيطرة على الدماغ، لكن هؤلاء لا يسعهم سوى الجلوس والحديث عن أوبئة ممكن أن تتفشى. ولابد أنك بحاجة أن تكون مريضا عقليا للوقوع في فخ مناهضة اللقاحات. فما رأيكم يا سادة؟ هل كنتم لتناهضوا اللقاحات وتعرضوا حياة أولادكم للخطر؟